القدس إله واحد أمين. الأسابيع اللي بعد عيد البنتقوستي كلام مركز على عمل الروح القدس واللي سماه الإنجيل ملكوت الله داخلكم. عمل الروح القدس هو ملكوت الله داخلنا. في ثلاث معاني لكلمة ملكوت الله وملكوت السماوات، ثلاث معاني في العهد الجديد عشان لما تقروا تفهموا. معنى الأولاني هو عمل الروح القدس جوانا من ساعة ما الروح القدس يحل في الإنسان، ده ملكوت الله، لأن الروح القدس يقدر يقول الإنسان عن المسيح أنه إيه؟ ربنا. يقول المسيح رب، لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب بدون الروح القدس. والتاني قال لك بالروح القدس ندعو الله الآب أبانا، الروح الذي يصرخ فينا بأنات لا ينطق بها صارخا يا أبا الآب. يبقى الروح القدس هو اللي بيقول لي أو اللي بيعلمني أنطق وأقول لرب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح، والروح القدس هو اللي بيقول لي أعلمني إزاي أقول لله الآب أبانا الذي في السماوات. هو ده الملكوت جوايا، بقيت أنا بأنتمي للآب والابن بالروح القدس، يبقى أنا جزء من الملكوت. يبقى ده أول معنى. المعنى الثاني، عشان كده ملكوت الله داخلكم، وده اللي هيتكلم عليه النهاردة ربنا يسوع المسيح، واللي هنتكلم عليه في الحتة اللي أخذناها من إنجيل لوقا. التاني، المعنى التاني، لما نتلم كلنا في الكنيسة وكل واحد فينا جواه الروح القدس، كل واحد فينا جزء من الملكوت، يتبان الملكوت على الأرض اللي هي صورة الملكوت في السماء. إيه الملكوت على الأرض؟ كنيسة، جسد المسيح. ملكوت على الأرض هو الكنيسة، الملكوت داخلكم هو عمل روح قدس. فلما ربنا يعمل جزيئات صغيرة كده ويجمعهم جنب بعض ويتلموا زي ما عمل الجسد، مش هو عمل جسد في أعضاء كتيرة كل عضو فيه ليه وظيفة، وبعدين لمهم كلهم عمل إيه؟ جسد واحد. فهكذا إحنا برضو عمل روح قدس فينا كأجزاء بيتلم مع بعضه. نيجي يوم الحد مثلا نشوف الكنيسة منورة كلنا هنا. الجزء الثالث لما نيجي نقول فأبانا الذي ليأتي ملكوتك، احنا فكرنا ان الملكوت جه، ده عمل روح قدس وملكوت الابن، لكن لما نخلص يبقى ملكوت مين؟ الاب. لانه لما يأتي ملكوتك لما الدنيا دي تخلص وكل اللي جام فيه روح قدس واللي منور بيه واللي كان عضو في الكنيسة هيروح فين؟ هيروح السماء. ده ملكوت الاب. فهم ثلاث معاني للملكوت في الكتاب المقدس، افتكروهم عشان لما تقروا حتى الأمثلة بتاعت ربنا يسوع المسيح بتتكلم على التلاتة. يقول ايه؟ يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل وجده إنسان واحد ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى هذا الحق. ده ملكوت أني واحد فيهم؟ ده بتاع الشخص الواحد، بتاع أني واحد فيهم؟ الداخلكم ولا الكنيسة ولا الآتي؟ داخلكم. يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة كثيرة الثمن وجدها إنسان تاجر ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له عشان يشتري اللؤلؤة الواحدة. ده أنهي ملكوت؟ برضو ده بتاع الواحد. عشان يقول لك يشبه ملكوت السماوات رب بيت وصى عبيده. هنا بقى مش بتكلم على واحد. يشبه ملكوت السماوات حد رب عنده بيت وصى عبيده، وصى كل واحد يعمل اللي عليه، واحد يقف على الباب، واحد يطبخ، واحد يكنس، واحد يبقى ده ايه؟ ده كنيسة. شجرة. الشبكة هتيجي في الاخر. يقول ايه؟ وبعدين يقول حينئذ، ما مش بقى حينئذ دي معناها ايه؟ بعدين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات شبكة جامعة من كل نوع. لما طلعوها فسألوا التلاميذ ايه معنى المثل ده؟ قال لهم الشبكة نهاية العالم، واللي بيجمعوا الشبكة الملائكة. طب واللي في الشبكة دي ايه؟ الناس اللي ربنا هيجمعهم من العالم، هيفضل بقى يجمع فيهم. يقول ده كويس وده ايه؟ مش كويس. ده الملكوت الايه؟ قالوا حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى ينتظرون العريس. حينئذ دي معناها انه برضو ايه؟ بعدين. اللي جاي. يبقى هو ده المعنى التالت. هما ثلاث معاني دول، ملكوت الله داخلنا ده الروح القدس، ملكوت الله اللي على الارض اللي هو ايه؟ كنيسة اللي احنا بنقول فيه مبارك الآتي باسم الرب. عارفين اليهود كانوا يقولوا مبارك الآتي باسم الرب امتى؟ امتى قالوا اليهود مبارك الآتي باسم الرب؟ لما دخلوك ايه؟ كمالك الملكوت استعلن.
اول ما يستعلن الملكوت ويشوف الملك يقولوا ايه؟ مبارك الاتي باسم رب. احنا هنا بنقول مبارك الاتي باسم رب مرتين، ابونا بيقولها لما بنقرا الانجيل، وبنقولها لما رب ابونا بيطلع المناوله ويقدمها لنا، بيعرض المناوله علينا، بنقول ايه؟ بنقول القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين. بتقولوا ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب، كان المسيح الملك استعلن. ايه يبقى فين الملكوت على الارض؟ كنيسه، مطرح ما بنلاقي جسد المسيح. طب والتالت اللي جاي؟ ليأتي ملكوتك، معناها مستنين ملكوتك يا رب يجي للاب، كلم الاب، ملكوت الاب. طيب النهارده هيركز ربنا على الملكوت داخلنا، ملكوت داخلنا. فبيتكلم بيقول ايه؟ هقول انا I will say it in Arabic and then I will summarize in English when we get done with this. So bear with me. So he says, but I say to you, you hear, who hear, love your enemies. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعدائكم، أحسنوا لمبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فأعرض له الآخر، ومن أخذ ردائك فأتمنعه صوابك أيضا. أنا هقسم الحتة دي لثلاث أجزاء. أول جزء الوصية، ربنا بيدينا وصية، ما بيديناش فرصة أن احنا نفكر. بيقول لك لو حبيت، مش زي طوبة للرحماء، لا، طوبى للرحماء يعني يا بخت اللي يبقى رحيم، يا سعادة الرحيم. لكن هنا بيقول ايه؟ اعمل. لما ربنا يقول اعمل بقت ايه؟ بقت وصية، خلاص مفيش اختيار. طب ليه اول حاجة ادنا الوصية؟ طب سببها ايه يا رب الوصية دي؟ ايه المقصود من الوصية دي؟ وايه اللي هتديهولنا في مقابل ان احنا ننفذ وصاياك؟ ورب مش مطالب ان ربنا يقول لي يدينا اي حاجة في المقابل، هو السيد واحنا عبيده، احنا خدامه. فلما يقول لنا نعمل حاجة بقى هنعملها. هنا هيدينا مكافأة. ايه المكافأة؟ السبب الكبير اللي قال عشانه الوصية بيقول لنا كده، يقول احبوا اعدائكم واحسنوا واقرضوا، ده الملخص بتاع كل اللي قاله قبل كده، وانتم لا ترجون شيء. احسنوا واقرضوا، انتم مش مستنين حاجة في المقابل، فيكون اجركم عظيما وتكونوا بان العلي. يعني ايه؟ يعني ايه دي؟ اللي فيكو يسأل هو الله شكله ايه؟ طريقته ايه؟ افكر فيه ازاي؟ ايه صفاته؟ انتبه عشان دي مهمة قوي. الوصية ربنا بيقولها ليه؟ مش عشان يدينا حاجات نشتغل بيها ونعملها ونسمع كلام، لا، لكي تكونوا بني العلي. ليه بقى؟ قال لأنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. يبقى دي إيه الصفات؟ دي إيه الوصايا؟ دي إيه صفات ربنا؟ قال عشان تبقوا أولاده بجد، ما يبقاش الكلام بس كلام، ما أنت أقول لك إيه؟ كلمني أنبسط، وريني عملك أستعجب، صح؟ قل لي أنا بتاع ربنا، أنا ابن ربنا، أنا أحب ربنا، أنا أنا أنا، تعال بقى وريني بتعمل إيه. ده السبب اللي ربنا قال عشان الوصية. بكل الوصايا اللي ربنا ادها لنا من الأولى للآخرة هي actually صفات مين؟ عشان تكونوا ولاد العلي، عشان تبقى زيه. ما في الدي ان ايه بتاعه بالظبط. في الخليقة لما ربنا خلق الناس في الأول، خلق ده محوى، قال لك ايه؟ فخلق نخلق الإنسان، ده اللي الله بيتكلم، السلوس بيتكلم بالجمع كده، نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. قالوا لما جه يخلقوا، فخلق الله الانسان على صوره الله خلقهم، ذكر وانثى. ما جابش المثال، مثال ما طلعش، وهتشوفوا القصه دي بتكمل ان مثال الله ما حصلش لغايه لما جه مين؟ ربنا يسوع المسيح. ما فيش حد زيه، زي بالظبط كده اب وام يخلفوا عيل، يقول لك الولد ده شكل ابوه شبه الخلق الناطق، زيه بالظبط، لكن تصرفاته ايه؟ مش زي ابوه خالص. يا راجل ابوه ده راجل ملاك خادم محب مش عارف ايه، والتاني بقى مشاكس وعنيف وصعب وعصبي وغلط. فالصوره موجوده لكن المثال مش زيه خالص. هكذا مثلا البنت وامها. هنا ربنا بيقول عشان تبقوا زي العلي يبقى لازم تبقوا زيه في التصرف. فايه التصرف بتاع ربنا؟ قال لك اللي العالم ما بيعملوش، اللي العالم ما بيعملوش، اللي مش زي العالم، مش زي الناس. يقول لك ده بيتصرف زي الناس، ما تخليك زي الناس كده، دي شتيمة.
احنا مش عايزين نبقى زي الناس، احنا عايزين نبقى زي مين؟ زي ربنا اللي يتقال له ده ابن ناس. انا في رايي ده شتيمه. انتوا موافقين ولا مش موافقين؟ لان ما انتوا شايفينها الناس كلها تصرفاتها ايه. احسن واحد فيهم رايي، اللي بيعمل لي اللي بيعجبني وبيمشي لي هوايا وكده مرائي، لانه جايز يكون جواه ايه. ما اقدرش اضمن حد الا ابن مين؟ ابن ربنا، هو ده اللي اضمنه، لان المرجع بتاعه مين؟ ربنا، مش المرجع بتاعه الناس. فدي نقطه خطيره جدا. مهما كان الشخص بتعامل معه، لو شخص مش بتاع ربنا هيجي وقت هتكتشف ان مفيش حاجه اسمها ايه، مفيش حاجه اسمها ايه حب بجد الا عند ربنا بس، مش حد تاني عنده الامكانيه دي. والانسان اللي عايز يعيش زي ربنا، والانسان اللي بيستمد طاقته وحيويته وحياته من مين؟ من ربنا، هو ده اللي اثق فيه بس. فهنا بيقول لنا ربنا، بيقول لنا كده الوصيه، حب اعدائك واعمل الكلام اللي هنتكلم عليه بسرعه، والسبب عشان تكون ابن الله. طب ايه المكافاه يا رب؟ قال لك المكافاه بتاعكم هيكون اجرك عظيم. فبيقول ايه؟ لما هتدي ولما هتحب هيديك كيل. الكيل ده في الفلاحين في الصعيد ايه؟ عباره عن اناء خشب كده اللي بيكيلوا بيه القمح. حد فيكم شاف القصه دي؟ يمكن ما شفتهاش. بيكيلوا القمح بحاجه زي الحله الخشب، يحطها في الشواله بتاعت القمح ويطلع. بعدين بيقول لك مجيد، ملبد، مهزوز، فائض. جيد يعني معنول، ما فيهوش، مش وحش، ما فيهوش حاجه، ما فيهوش تراب، ما فيهوش حاجه مسوسه. وبعدين ملبد يعني يدوس عليه، يقعد يكبس فيه. وبعدين مهزوز عشان يتاكد ان اتكبس لغايه تحت، يفضل يهز فيه، فيقوم القمح لما تهز اي حاجه بتنزل لانها بتترتب صح. وبعدين ويروح حاطط تاني لغايه لما يتملي، وبعد ما يتملي يحط كمان لغايه لما ايه؟ يفيض. يعني شوف ده الكرم بتاع ربنا، ده شغل ربنا. قال لك هتتعامل مع الناس بالطريقه دي، ربنا هيتعامل معاك بايه؟ بنفس الطريقه. لانه بنفس الكيل الذي تكيلون بيكال لكم ايها السامعون، ده اللي بيقوله ربنا لينا. يقول لما هتتصرف مع الناس بالطريقه دي ربنا هيتصرف معاك بالطريقه دي، لانه مستني يشوف مين من الناس دي، مين مننا بجد بيحبه، مين من مننا بجد بيثق فيه، مين مننا مستني منه مش من البشر. مين اللي مستني من ربنا ومين مستني من البشر؟ هو ده المحك. طب ده معنى ايه؟ معنى نرجع تاني نسال نشوف ربنا بيقول ايه؟ قال ايه؟ قال احب اعدائكم. طب ايه ده؟ يعني ايه الواحد يحب اعدائه؟ دي اكشلي الديانه الوحيده اللي في العالم، السيستم الوحيد اللي في العالم، في العالم كله بتاع الحياه اللي يوصي ان احنا نحب اعدائنا. ما فيش حاجه تانية زي كده. حاجتين في المسيحيه ما فيش حاجه مش مطلعهم في حته تانية، ان احنا بندعو الله ابانا وبنحب اعدائنا، او مطالبين ان احنا نحب اعدائنا، مش هتلاقوهم في حته تانية. احبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. عايز اميز حاجه هنا صغيره فخطرت على بالي النهارده، قلت لازم ان انا اقول لكم عليها. في المحبه درجات، عشان ما نبقاش سذج، ما يبقاش الواحد ساذج. في درجات في المحبه، مش كل المحبه، مش معنى ان درجات في المحبه نفسها هي في المسؤوليه بتاعتها. مثلا انت بتحب اخوك، انت متجوز وعندك اسره، بتحب اخوك، بتحب عيال اخوك، مفيش شك. انا ادي مثل عمي بتاع العالم كله، لكن هل المسؤوليه ناحيه عيال اخوك زي مسؤوليتك ناحيه عيالك؟ طب ما انت بتحب ده وبتحب ده، لكن في المسؤوليه في ايه؟ في تخصيص، في اختلاف، في حاجه مهمه عليا اعملها غير حاجه تانية. بالتالي في وصيه هنا بتقول احبوا اعدائكم. طيب ماشي، يعني انا لو عندي في الشغل حد بيقرفني ومطلع عينيا لازم احبه؟ اه لازم تحبه. طب هحبه ازاي؟ قال لك تحبه ازاي؟ قال لك اذا جاع عدوك فاطعمه، ان عطش لو لقيته في مشكله وتقدر تساعده ساعده. انما في بقى وصيه تانية، احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا.
لما يقول بعضكم بعضا يقصد مين؟ هل الوصية دي ما هي بعضكم بعضا معناها ان في طرفين على الاقل؟ هل الشخص التاني ما يؤمنش بالمسيح هيسمع الوصية دي وينفذها؟ ده زود عليه ربنا قال لك لكي يعلم الجميع انكم ايه؟ ان كان لكم حب بعضكم لبعض. يبقى هنا بيخصص الوصية دي لمين؟ لاولاده تلاميذه. بقى احنا عندنا مسؤوليه للناس، مسؤوليتكم ناحيه بعض هنا، مسؤوليتكم ناحيه بعض انك تحب بعض زي ما المسيح ايه؟ ده فرق بين ان انا احب الاعداء اللي بره. هديك مثلا، بولس الرسول بيشرح الوصيه دي يقول لك ايه؟ يقول لك المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه تصبر على كل شيء وترجو كل شيء وتحتمل كل شيء. حلو، هنتكلم على صاحبك اللي في الشغل ده او المدير بتاعك اللي مطلع عنيك وعدوك. لو لقيت ان انت عندك فرصة تشتغل في مكان تاني هتقول لا المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء وترجو كل شيء؟ هتقول كده؟ هل ده المطلوب منه؟ لكن لو اللي معاك في الكنيسة قرفك وطلع عنيك هتسيب الكنيسة وتمشي؟ لو عيالك في البيت طلعوا عنيك ومراتك طلعت عنيك هتسيبها وتمشي؟ ففي مسؤولية مختلفة هنا. محبة العدو مش معناها ان انا احتمل كل شيء واصبر على كل شيء وارجو كل شيء. فهمتوا؟ حد فهم حاجة؟ فالوصية بتاعت تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، دي مسؤوليتنا تجاه بعض، دي المسؤولية تجاه بعض. لكن تحب عدوك دي مسؤوليتي تجاه مين؟ دي الوصية القديمة، تحب قريبك كنفسك. لما ربنا سأل مين قريبي قال المثل بتاع ايه؟ السامري الصالح. لما لقى واحد مجروح في الارض هو اصلا من شعب تاني خالص وكان يقدر يساعده عمل ايه؟ ساعده. لكن مش معناها ان هذا الشخص هيلتزم بيه التزامه بايه؟ باسرته. ففي مسؤوليه تجاه بعض في الكنيسه لان ربنا عملنا اسره جديده. واحد من الناس المعلمين الكتبه الفارسيين بتوع العهد الجديد اسمه نوسنر. نوسنر ده كتب كتاب في عصرنا ده بيناقش فيه ربنا يسوع المسيح. هو راجل يهودي وبيقول له انت رباي يهودي وانا عايز اتكلم معاك، يعني قصه. فقال له ازاي انت بتكسر العلاقات الاسريه؟ ازاي يعني يقولوا لك امك واخواتك بره وتقول لهم مين امي واخواتي؟ يعني ايه؟ يعني مش ده ربنا اللي قال؟ مش الوصيه بتقول اكرم اباك وامك؟ ازاي بتعمل كده؟ وازاي تيجي يوم السبت وتروح طالع تخدم وانت المفروض تقعد في بيتك وتشوف امك محتاجه ايه وتشوف اخواتك محتاجين ايه؟ مش الوصيه بتاعت السبت دي معموله للاسره؟ انت هديت الاسره. فرد عليه ربنا يسوع المسيح قال له لاني ببني اسره جديده. ايه الاسره الجديده اللي بيبنيها؟ الكنيسه. بقى في مفهوم جديد للاسره. الاسره والالتزامات بتاعتها ما بقتش بس البيت، طبعا البيت موجود بس البيت اصبح جزء من مين؟ من الاسره. ففي تمييز عايزنا نخلينا احنا نصحين، في تمييز بين اللي من خارج وبحبهم ازاي ومسؤوليتي ناحيتهم ايه، واللي من داخل بحبهم ازاي ومسؤوليتي ناحيتهم ايه. الاثنين مش زي بعض. لما بتيجي تقف في الطابور وتتناول هنا بتاخد جسد المسيح، المفروض ايه؟ المفروض هقبل الاول، بقبل في اول القداس، ودلوقتي عشان خاطر الامراض والحاجات دي بنعمل كده، بس بنقبل في قبله، قبله تقصيه لازم تتعمل لازم. وفي نوعين من الناس او في ثلاثه، في نوع بيقبل ما عندوش مشاكل يقبل اي حد في الكنيسه، وفي نوع يبعد اخر مكان في الكنيسه عن الشخص اللي مش عايز يقبله. هو اذا كان اللي قاعد اللي بيحبوش ده بيقعد قدام يقعد ورا، ليه؟ عشان ما يجيش فرصه ان هو ايه يمد ايده. وفي نوع يقبل وهو اصلا ايه مش طايقه، زي زمان كان الراجل بتاع السايكايتري عندنا في الكليه في كليه الطب اسمه الرخاوي، كان يقول لنا في حاجه اسمها رياكشن فورميشن. يقول لك لما تيجي الواحده في الصعيد تبوس واحده وهي مش طايقاها تعمل لها ازاي؟ يعني بتقول لها ايه؟ تقول لها لا. يسموه ما في البيت دول رياء. الرياء في علم النفس له كلمه فانسي شويه، يعني له كلمه كده جميله اسمها ايه؟ رياكشن فورميشن. يعني انا بعمل حاجه انا مش عايزها، مش قابلها. فممكن واحد يقبل هو اصلا مش طايق حد، هو ربنا مش شايف. وبعدين بعد ما نخلص نروح نتناول، طب ما ده عملنا زي مين؟ مين اللي قبل في اول وفي النهايه بقى شنق نفسه؟
ما هو ده لهذا الالتزام اللي علينا في الكنيسة مهم جدا. ما ينفعش الإنسان يفكر في حد في الكنيسة إنه مصدر رزق أو يشغله عشان ياخد من وراه حاجة أو يستغله أو يضحك عليه. انتبهوا للحاجات دي، حاجات دي خطر جدا وربنا يزعل منها جدا، لأن الوصية الوحيدة اللي ادها لنا قال مش هديك وصايا تاني، هي دي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. طب أنت اديت حبيتنا إزاي؟ قال أنا ما خدتش منكم حاجة، أنا هديكم كل حاجة، كل حاجة هديكم نفسي، ادانا نفسه، ادانا جسده ودمه. فالعطاء بتاع ربنا يسوع المسيح ما يتردش عليه بإيه؟ بخيانة، ما يتردش عليه بجحود، ما يتردش عليه بكره. ده ما وصلناش بحاجة تاني، هو ما قالش حاجات تانية. يعني عايز أقول لكم حاجة، العهد القديم يقولوا فيه 316 وصية، موسى اداهم 316 وصية بما فيهم 10 وصايا، وبعدين جه يقولوا ان بعد كده راح ملخصهم في 2 وقال تحب الرب قريبك، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. جه في العهد الجديد ربنا ما ادناش غير ايه؟ هي واحدة بس، تحبوا بعضكم بعضا كما احبكم احببتكم انا. فعشان كده النهارده الجزء اللي بيتكلم عليه ربنا ده بيتكلم عن الناس اللي بره واللي جوه. احبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. طب يا رب هنكون زي الخيشه مداس للناس؟ قالك اول حاجه ما تخافش. معناها ايه ان انا هبقى مداس؟ انا ايه؟ خايف، انا خايف لحسن بعدين الناس تستعبطني، يفكروا ان الحب ده ايه؟ ضعف. كل مره واحد فيكم بيحاول يغفر او يحاول يحب، اول حاجه تخطر على باله لحسن بعدين ايه؟ يستغلني، يفكر ان انا هفية، تفكر ان انا يعني ممكن تضرب على قفايا. هو ده اول حاجة بتقف قدام الحب، هي الايه؟ الخوف. الخوف ان الانسان يخاف ان يخسر. ربنا بيقول ما تخافش، ما تخافش. هو الصورة بتاعت ربنا هتخسر؟ هو ابن الله ممكن يخسر؟ لا يمكن. قد يظن العالم كله انه هزم المسيح، خلصنا عليه، طلعناه من الصورة وصلبناه ودفناه وانتهت قصة. انتهت هي؟ انتهت بجد قصة ربنا يسوع المسيح؟ انتهت؟ انتهت؟ ما انتهتش، بالعكس ده هي ابتدت من هناك مع كل العطاء ده، لأن في أبوه السماوي شايف كل حاجة ومرتب كل حاجة وعارف أن التضحية بتاعته دي ليها معنى عنده هو مش عند الناس. ولأنها لها معنى عنده هو، إيه اللي حصل؟ العالم كله بقى مسيح، انتهت خلاص. اللي يفكر العالم ان هو هيهزم بيه، هو ده كانت الهزيمه بتاعت العالم. فهنا ربنا لما بيقول لك من ضربك على خدك، كل الكلام ده عند البشر، لو هتفكر بطريقه البشر هزيمه، خذلان، ضعف، يو نيم ات. لكن عند الله ايه؟ جميله قوي لما اشعياء قال له ايه؟ قال بيقول المسيح بيتكلم على لسان اشعياء، الآية دي جميلة جدا بتاعت أشعياء 49، ونفسي أن أنا أقرأها معاكم لأنها آية جميلة بنفكر فيها لما الواحد يتحط في المواقف دي. دي مهمة أن احنا نفكر فيها عشان ما نفتكرش أن الطريقة بتاعت العالم هي دي اللي فيها الحل. بيقول، بيتكلم هنا المحادثة بين الآب والابن، بين الله الآب والابن. بيقول هو الابن بيقول ايه؟ يسوع بيقول ايه؟ اسمعي لي ايتها الجزائر، واصغوا لي ايتها الامم من بعيد. الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد. بسفر الرؤيا ورينا دي. في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني، وقال لي انت عبدي اسرائيل. هو سمى كده لان كان المفروض يعقوب وعياله هم اللي يعملوا الشغل بتاع ربنا يسوع المسيح، ما عملهوش. الذي به اتمجد، اما انا فقلت. المسيح بيقول اسمعوا دي، عبثا تعبت. حد عرف عبثا يعني ايه؟ الفاضي، فاضي، ما فيش حاجه، ما فيش فايده. عبثا تعبت، باطلا وفارغا افنيت قدرتي. ما فيش حاجه لها معنى. وانا بتخيل المنظر ده، الكلمه دي اتقالت امتى؟ ويسوع بيطلع روحه على الصليب، يبص كده ولقى ايه؟ ما فيش حاجه. الناس اللي لمهم حواليه كلهم كانوا بيعملوا ايه؟ مشيوا، ما حدش فيهم قعد معاه. جه يعمل كنيسه، ما فيش كنيسه. جاي خلص الناس، ما حدش خلص. طب ما ليه؟ طيب لكن شوف كلمة لكن دي جميلة قوي. حقي عند ايه؟ الرب، وعملي عند إلهي.
هو ده الكلام الكبير. لأن بعد كده إيه اللي هيحصل؟ شوف بقى اللي جاي. والآن بقى بعد ما قال الكلمة دي، قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل. كان عايز عبد عند الآب. فأتمجد في عيني الرب وإله يصير قوتي. فقال قال لي إيه بقى؟ قليل لي أن تكون عبدا لإقامة أسباط يعقوب، مش بس إسرائيل، ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للإيه؟ الأمم، لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. الهزيمة بتاعته دي هتبقى هي السبب لخلاص الإيه؟ العالم كله. فده اللي عند ربنا، ده الشغل بتاع ربنا، مش شغل بتاع العالم. شغل بتاع العالم ما يعملش دي. عشان كده لما الإنسان يبقى خايف، أنا أحب أجيب الآية دي حطها قدامي كده ويبقى صعبان عليه اللي بيحصل له، يقول ايه؟ حقي عند مين؟ عند ربنا. That's it. هو شايف. That's it. لو انا عندي هذا الايمان مش حاجة هتغلبني. عشان كده احبوا اعدائكم، احسنوا مغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. كلام يبقى له معنى، لان الكلام ده في العالم ملوش معنى، لكن عند الله له ايه؟ لانه هي دي طريقته، هو ده طبيعته وطريقته، هي دي حياته، هو ده اللي ربنا بيتصرف بيه. Let me say those two words in English. Today we read the gospel and you heard the gospel in the liturgy of the catechumens. The gospel about love your enemies. It's a very powerful statement. There is no other religion or philosophical system on earth that has this. This is a very unique statement, a commandment in Christianity. No other religion. It's not even in the Jewish system. I mean, it's the same continuation. But in the Jews, it says, love your neighbor and hate your enemy. Moses gave them a kind of voucher. You can love your enemy, but you have to love your neighbor. I mean, who is your neighbor? And the question was the family of Jacob. Then Christ comes and says, no, love your enemy. And why is that? So I can divide this gospel into three pieces. The first piece is the commandment. Jesus did not say, blessed are those who love their enemies. Be careful. Blessed are those who love their enemies is a choice. If you want to love your enemy, you'll be blessed. He didn't say that. It was very straightforward. Love your enemy. It's a commandment. It's not a choice. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. So these are the commandments. As weird as they are, as shocking as they are, but he gives us the reason. At the end of the gospel, he says, so that you will be the children of the Most High. The reason is, for any commandment that is in the old or the new, the reason is, and it's a really big discovery to understand the commandments. The commandments are not what God wants us to do. The reality of the commandments is they are God's characteristics. It is his own description. Because God is merciful and giving and loving even to those who doesn't acknowledge him. He said the sun that he created shines on the evil and the good. So he said for us to be like our Father is to do what God will do. He loves his enemies. We were his enemies. We are his enemies. We still do the things that he doesn't want us to do. We still are guilty. But then what happens? God sends his son and he have him die so that we can be forgiven. What kind of love is that? We are God's enemies. Think about it. You might have a husband and wife who are so much close to each other, and then at one point, God forbid for anyone, they get so angry with each other, they hate the guts of each other, they cannot live together, they become enemies, and they go to court. Can you imagine one of them at that moment will be willing to offer a kidney or a piece of their liver to the other? It's unthinkable. So that's what God is doing to us. He said, for these commandments, so that you can be like God. So when you ask me, what are the commandments? It is the description of God, who God is. In the Old Testament, it says, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie. Why? Because that's what's not God. In the Old Testament, we could not tell who God is. We could not really describe him. Why? Nobody saw him.
There was no description of God. The only thing God can say, I'm not like these people. I'm not like that killer. Don't think of me like this. Don't think of me like this. Don't think of me like this. But when Jesus came, what happened? For the first time, Jesus is able to say, love as I have loved you. Meaning what? You've seen what love is. Now you have an idea. I'm not going to tell you what's not. I'm going to tell you what is. Because that's my Father. So when he's saying, love your enemies, it cannot be said before. Because nobody had loved their enemies. No one. No one was able to do it. But in this case, Jesus going to the cross, he loved us, his enemy. And he loved the people who crucified him. He actually forgave them immediately. He says, forgive them, for they do not know what they're doing. So we have an image to look at. We have something to see for us to know. So here I go and turn to the second point, which is when we say love, yes, love is one. We love everybody. I love my neighbor. I love my coworker. I love my students. I love my parish. I love everybody. But there is different responsibilities. There is definitely different responsibilities of love. You have a nephew and niece. You have a cousin. You do love them dearly. And you're very excited to see them. But do you want to tell me that your responsibility toward them is exactly the same responsibility toward your children? Absolutely not. When they're sick, I don't think your cousin should leave, go on vacation and leave you his kids and say, take them to doctors and go to the hospitals with them. No, okay, I'm not going to do that. I do this with my children. You are the father. You do it for your children. So when Jesus says, love one another as I have loved you, is different than love your enemies. Let me just tell you one thing about this. Love your enemies is part of love your neighbor, the old commandment. Which means, and the gospel explained it very carefully, he said, love your enemies mean, do good to those who are around you. Whenever the enemy is in need of something that you can help him with or in trouble, get them out of that trouble, help them if you can. You see a homeless, give them. You see sick person, check on them, see if they have anything they need. If you can give them anything they need. So this is the duty toward people who are my enemies. But love one another as I have loved you is a little different. Tell you why. First of all, the statement itself, love one another. Meaning what? Are you speaking to one person or two persons or the two parties? One another means I'm speaking to people that are all listening to me. They're all listening to me. Who are listening to Christ? Who is that one another? Who is that? When Jesus says love one another, when you tell your kids love one another, but do you tell your child love one another and you mean the other is his friend in school that is not with you? No. Love one another. I'm speaking to audience that they're all listening to what I'm saying. Love one another. I'm speaking to all of you. That means the church, his body. As I have loved you. So how did you love us, Lord? And St. Paul will say, love is patient and kind. Love endures all things. All right. And patient with all things. And bears with all things. What does that mean? Okay. So I have you in this situation, and it's my made-up situation. You're at work. And you have a manager or a boss that hates your guts. Just doesn't like you at all. And it's very obvious that he wants you out by all means. And he keeps bothering you, putting more work on you, and making you miserable. And then you have a chance to get out of this work and go to another work and not see him again or her. Would you do it? Or you would say to yourself, love endures all things. Would that be even logical? No. So that love that Jesus had is for us to one another as a family. But that love your enemy is a little bit of a different responsibility. I do good to the enemy. Like when Jesus was asked, who is my neighbor? What did he say? Who is my neighbor that I should love him? He gave him the parable of the Good Samaritan. What did the Good Samaritan do to a Jew who is not his neighbor, his enemy? What did he do? He took care of him when he found him. He said,
this man is going to die if nobody, you know, catch him before he dies. I'll pick him up, put him on my donkey, take him to a clinic, get him help, and then I'll pay some money. There's no commitment for this person to have him in his house and live with him forever. There's not that commitment. He's just helping him in an emergency. He's helping him for his needs. You understand the difference? But love one another as I have loved you includes commitment to endurance and bearing, that you're actually stuck with one another. You're not going to be leaving just because you've been annoyed. But at work, you're welcome to leave. Jesus is not going to hold it against you. This is not breaking the commandment. Sometimes we are very childish in our way of thinking. Love one another, I think I'm going to have to love everybody in the world exactly like Jesus loved us. No. I'm sorry. That's not what he meant. You're making a big confusion. The commitment to one another is Jesus' own body and blood. That's why in the church, before we start the liturgy right now, you're going to have to kiss one another. Why do we need to kiss one another? What's the point? So that after this kiss, the whole church becomes one soul. One soul. There are three types of people. One person, one type, have no problem kissing everybody in the church. Every single one. Another one is you have a couple of people that they don't want to see their faces. So you would see someone sitting here, they will be sitting in the back there. They will be sitting here, they will be sitting on the other side. So that will be no chance of them kissing. And that's honest, but not totally. The third one, which is totally disgusting, is say, I will go and kiss so nobody will pick on me, and I don't want to start any fight. I want an argument or somebody asking a question. I'm going to go and kiss. I'm just going to do it. What's that? What is this? Who did kiss while they intend to kill? Who did offer a kiss with the intention to sell and get money? Who is that? You all know him. That's exactly it. On the same night, that's what the gospel is talking, St. Paul will say, on the same night he was delivered, Judas gave him a kiss, which was not intended for friendship. So we don't do that. So this kiss is meant so that we become one and love one another as Jesus have loved us. So then when we come to take the bread, the blessed bread and the cup, the body and blood of Christ, we're ready to become one. So we're one in soul. Now we're ready to become one in body. We become one body. Jesus was picked on by a rabbi from New York. His name is Neusner, a very smart guy and a very decent guy. He likes to argue with Christians all the time. And he said he wrote a book called A Dialogue with Jesus. A Dialogue with Jesus. And he said, or a debate with Jesus. He said to Jesus, why are you breaking the commandments right and left? And Jesus answered, so which commandments did I break? He said, the commandment says honor your father and mother. And your mother came to you at one point with your cousins or brothers. And you said, who is my mother and father? So they tell him, your mother is at the door waiting for you. He says, who is my mother? He is my mother and here's my brothers. So you deny them? And you think you're doing God's will? And then the second thing is that you broke the Sabbath. You went out and served on the Sabbath. You went out to heal the sick while you needed to stay with your mother and comfort her. You need to stay with your brothers. And, you know, this is the day for family. You're breaking the family, which is an establishment by God. Why are you doing that? And Jesus said, I didn't come to break the family. I came to make a new family. So that nuclear family, that father and mother and children become part of a bigger family, which is the church. That's the new family. And I am the husband of that church, and I want them all to be one. So I'm not breaking the commandment. I'm actually expanding the commandment and making it much bigger. This is what God intended from the beginning. He didn't intend for a husband, wife, and children. He intended for the whole humanity to be one. This would be one family, he said, that mimic the Trinity. Anyway, so when we come to church, we do love each other. Much more than love your enemies. Much more. How did Jesus love? He said, I give you everything. What did he give us? He gave us his life. He gave us his body and blood. He gave us forgiveness. When we needed forgiveness,
not just spare us death. He gave us total forgiveness, complete forgiveness. When you come to take confession, when you are in confession, Jesus takes your sin, not punishment. Just be clear about this. Not just punishment. You're not just going to avoid dying. You're going to be as clean as you were born from baptism, as clean as him. That's what he does. So he's given us everything. What did it take him to do this? His life. His life. So love your enemies is justified, very much justified, because God loves his enemies, and justified because there is a reward. At the end of it, the reward, he said, you will be given in return the same way you dealt with people. If you're generous with people and not afraid to give, God will be generous with you. Some reason why people don't like to love their enemies and be, see, seems like Jesus wants us to be doormats or, you know, very weak. That's the fear. We all have that fear. When I forgive, Abuna, when I love, when I give, people think I'm weak. Especially in a culture like this, worship strength and power. We don't like to be weak. But then, listen to Jesus saying this to the Father. In Isaiah 49, there's a dialogue between the Father and the Son. It's a prophecy. Jesus speaks and the Father answers. So Jesus says, listen, O coastlands, to me, and take heed, you peoples from afar. The Lord has called me from the womb. From the matrix of my mother, he has made mention of my name. He was called Jesus before he was born. And he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand, he has hidden me and made me a polished shaft. In his quiver, he has hidden me. Shaft here is an arrow, made him like an arrow that he kept for certain target. And he said to me, you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. He called him Israel because that's the job of the Israelites. This is way after Jacob died. This is 1,000 years later. He called him Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain. I wasted my life, and I have spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God. What's he saying? He's saying, I'm thinking about it as Jesus on the cross looks down, and he sees, what does he see? He came to establish a church, there's no church. He came to save people, nobody's saved. He came to conquer Satan, Satan is conquering him on the cross. People are denying him. He healed thousands, casted demons from thousands. He raised the dead, none of them came. None of them supported him. So I'm looking down and saying, it's in vain. This life, 33 years, I've dedicated it completely to serving my Father. It's all in vain. But then what he's saying to him, it's himself. But truly my just reward is with the Lord, and my work with my God. The world conquered Jesus on the cross. And now the Lord, that's the Father, who formed me from the womb to be his servant, he's saying, to bring Jacob back to him so that Israel is gathered to him. He said, my job was to gather Israel, to bring them to him. Jesus sat on the mountain and said, Jerusalem, Jerusalem, how many times I wanted to gather your children like a chicken or the hen gathers her chicks under her wings, and you didn't agree. For he said, for I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. That's the only place that he has glory. Indeed, he says, listen to this, it is too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob. The Father is saying, that's too small for you. I'm going to do something bigger. And to restore the preserved ones of Israel, I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. That is it. Love your enemies because not the world cares. It is because God cares. That's his work. Because there is a reward. There is something that God has in store for you that no one else can give. That no one else can. If you have that faith, you will conquer the world. Okay, the world conquered Jesus on the cross. Do you think that was the end? It was not the end. What happened? The whole world in the 5th century became Christian. The whole world became Christian. And it all came from that one defeat on the cross when the world thought, sat at night and said, we're done, we're finished with him, no more. So don't be afraid, trust. But the only way to do this is prayer. When you go into prayer and come to liturgy and pray
and receive communion, have your sins forgiven, have the Holy Spirit in you, that would show you the way to love the Father and the Son. To them is the glory, Father, Son, the Holy Spirit, now and forever.